اسم قصوى المهدي، سن 27 سنة، حاصل على الإجازة المهنية في التدريب الرياضي، كما حاصل كذلك على عدة دبلومات عليا في مجال التدريب الرياضي. حاليا كنشتغل ضمن أكاديمية ميري كريمو، اللاعب الدولي السابق اللي كنشكره من هذا المنبر هذا. فالمهمة هو مسؤول رياضي اللي كنشرف على تسيير الأكاديمية. كما هناك واحد المشروع الرياضي اللي كنشتغلوا عليه اللي كيكون في بداية الموسم، اللي كتشتغل عليه الأطر كلها ديال الأكاديمية. بحكم التجربة وحكم اللاعب ديالي في الصغر للفريق الرجاء البيضاوي، فأنا مولوع بطريقة اللاعب الهجومية واللاعب كرة القدم الهولندية الشاملة، اللي معروف كرة القدم الهولندية اللي عرفت النشأة ديالها عن طريق الداهية الهولندي يوهان كريف. وحتى التكوين العلمي والاكاديمي اللي جلى في هذا المجال ديال التدريب الرياضي، فهناك كان تكوين على 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 كرة القدم الشاملة واللاعب الهجومي. إلا جينا نتحدثوا على المستوى الوطني، فهناك عدة أسماء اللي ممكنش لينا نستنيو منها البعض. فهناك عدة أسماء أمثال سي محمد فاخر، راشيد طوسي، عزيز العامري، هناك عدة أسماء. ولكن على المستوى العالمي فهناك عدة مدربين. اللي نذكر على سبيل المثال هناك موريسيو بوكيتينيو، المدرب ديال فريق شوتنهام الإنجليزي، مدرب شاب اللي كيكون لينا واحد القدوة، وكيكون لينا زعما واحد الشرف نشوفوا العمل ديالو اللي كيرسخوا مع الكاتبة ديالو الإنجليزية. كاينين عروض على المستوى الفئات الصغرى بالنسبه للصعيد الخليجي، فكانت هناك قطر، هناك عمان، الامارات، ولكن هاد العروض هادو باقي ما وصلتش للمتطلبات. كنبغيو نرسخوا واحد العمل كتعطي واحد الصوره بعدا اللي غتعطيها في البلد ديالك، اللي غيبقاو يتذكروك بها الناس، وكتحاول تعطي واحد الجيل اللي غيكون صاعد، اللي غيعطي الاضافه لكره القدم الوطنيه. كان هناك واحد نتائج اللي حسنه واللي توجت بتتويج فريق الوداد البيضاوي اولا بدوري ابطال افريقيا، كما كذلك الفتح الرباطي شفنا الصوره اللي عطاها في كاس الاتحاد الافريقي، مرورا بالمنتخب الوطني والتاهل المستحق امام ناديرو الايفواري، تاهل لكاس العالم، وصولا بتتويج المنتخب الوطني المحلي. هذا ما عطى الا واحد الشحنه اضافيه للاعبين الوطنيين، والحمد لله راه كانت النتائج مرجوه بتاهل الفرق الوطنيه المشاركه في المسابقات القاريه. كان منتظر لاننا استقطبنا واحد المدرب اللي عرف كيفاش يتحكم في غرفه الملابس، عرف كيفاش يتحكم في الكاتبه ديالو، لان كنعرفوا قبل كانت مشاكل عديده على مستوى غرفه الملابس، كانوا لاعبين كي بلا ما نذكروا الاسماء كيقوموا بشويه ديال الشغف في غرفه الملابس. اليوم هيرفي رونالد بقوه الشخصيه ديالو وبالاستفاده من الاخطاء السابقه اللي كانت كتوقع فيها كان كيوقع فيها المنتخب الوطني، واللي كانت كتكون اللي كتكون سبب في الاقصاء ديالو. وصبحت البليز امبورطون هو انه ولات واحد قوه شخصيه، ولات واحد تلاحم ديال المجموعه، هادشي اللي عطى الاضافه. والحمد لله كيف ما كنقولوا تاهل مستحق، وكنتظروا ان شاء الله واحد الصوره ايجابيه للمنتخب في كاس العالم المقبله ان شاء الله. الظرفيه اللي خرج بها محسن متولي بداك التصريح فاجات من بعد اللائحه اللي اعلن عليها السيرونار وعلناش عليها الجامعه الملكيه، فهداك التصريح هو اللي خلى متولي في ديك النرفزه وخلاه يمكن يكون منفعل. ولكن متولي من بعد رجع وعرف الخطا اللي دار واعتذر للجميع، فهذا موضوع في طي النسيان. والحمد لله كنشوفوا المستقبل ولافوني هو اللي خاصنا نشافوا ليه، وخاصنا نكونوا متجندين وراء صفوف المنتخب الوطني ان شاء الله في المستقبل. وبالنسبه للطموحات الحمد لله احنا غاديين ايطاب غيطاب، كيف ما كتعرف في البدايات كيكون هناك واحد التخوف في البدايه، ولكن الحمد لله كما كتعرف الطموحات، فهناك اول حاجه كتبغي تبلغ الاداره الوطنيه ديال اللي تابعه للجامعه الوطنيه،
ومن بعد فهناك كتمنى انك تحصل على شرف ديال التدريب احدى الفرق الوطنيه، ومن بعد راه لما لا الوجهه الخارجيه، اللي كتجلى سواء في 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 الصعيد الافريقي او الاوروبي او الخليجي. وكنشكركم على الاستضافه، وكنكون كنتمنى نكونوا خفاف وظراف على المشاهدين الكرام اللي المتابعين ديال لو سيت انفو.